نجيب ساويرس، مهندس نجيب ساويرس، شايفه ازاي؟ لا هو اللي شايفه، هو اللي يشوفه ازاي. لا وصل الخلاف بينكم لهذه الدرجه ليه؟ لا قضايا، لا هو رفع قضايا وده حقه، يعني رفع قضايا وده حقه، وانا عبرت عن رايي برضو وده حقي بشكل اساسي. ما بتشوفش المهندس نجيب ساويرس راجل اعمال ناجح؟ هو انا اختلفت معاه اقتصاديا، او انا اختلفت معاه في قيمه انجازه، او ان هو ما، او انا قلت انه راجل اعمال فاشل؟ ما قلتش ده. يعني هي دي النقطه، بس خلي بالك انا بتكلم في نقط محدده. هو الراجل قال راي، فانا اختلفت معاه في الراي ده، ما اختلفتش مع الكيان كله كنجيب ساويرس. في حاجات تبص عليها، مثلا انا مفيش بيني وبين رجال اعمال عمار، ليه؟ لانه انا شايف انه ما ينفعش يبقى في صداقه بين اعلامي ورجل اعمال خالص. ما ينفعش يبقى في صداقه، حسابات. لا ما ينفعش. يعني ممكن يبقى في علاقه بين الاعلامي والسلطه، لان السلطه مصدر معلومات. ايوه، لكن علاقه ما بين رجل اعمال واعلامي، لا انا شايفها اصلا علاقه مهينه للاعلامي، لانه في الغالب بيبقى تابع، واخد بالك؟ في الغالب، وده لكن اللي ما حصل. بتشوفش مثلا نجيب ساويرس اقرب للناس؟ يعني قريب، لا هو راجل تويتر، فندم، لا راجل لطيف، لا يدخل يشتغل دي جي مره كده، يعمل مشروعات كبيره. مساله قريب او مش قريب، ده هو راجل اداؤه راجل لطيف وبيهزر وبيعمل يعني تغريدات لطيفه والناس بتتفاعل معاه، ده انا ماليش علاقه بده. لكن هو الفكره انه احيانا بينطبق عليه الكلام بتاع الجماعات الدينيه، ما يحبوا يعرضوا واحد فيقول لك الرويبضه، فتقول له ايه الرويبضه ده؟ يقول لك الرجل التافه يتحدث في شؤون العام، واخد بالك؟ فهو راجل دمه خفيف وراجل لطيف وراجل عنده اراء بيستفيد بيها في مشروعاته، مش بيستفيد يعني انا شايف مثلا انه هو رجل اعمال زيه زي غيره. طيب انت قلت راي، انا اشتبكت مع الراي. اول نجيب ساويرس ما يحبش انه حد يبدو ينتقده، ما يحبش انه حد يختلف معاه، وهو راجل لما بيدعي الليبراليه وبيدعي ده، يعني اخر واحد يتكلم عن الليبراليه. ليه؟ ده انه انت اي حد بينتقده بيروح يرفع عليه قضيه. طب ما ترد وخلاص، يعني انت بترفع قضيه. بس هو يبدو، ما انا بقول للجميع انه راجل اعمال ناجح، انه فندم، انه فاعل في اكثر من مجال، انه قريب للناس. بص يا ايمن، خلينا نحدد هي المسار، يعني مسار راجل، مسار الخلاف، مسار الخلاف. انا لما اختلف معاكي مش معناه ان انا بهد كل اللي انت عملتيه، انا بختلف معاكي في نقطه محدده. هي بقى دي المشكله، انه احنا بنعمل ايه؟ يا ناخد بعض كلنا يا